العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين، الحدادين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد، بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. المفروض إن أنا اتولد في طنطا 4/2/1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن الروح القدس الواحد امين. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ودهر الدهور امين. واحنا بنتابع احتفالاتنا بالعيد الخمسين لكنيستنا المحبوبه، احنا عارفين ان كنيستنا او اي كيان مش ممكن ينمو الا في ظل المحبه، لان المحبه هي اساس البنيان زي ما بنقول. عشان كده لما اقرا معاكم الايه اللي طبعا رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس الأولى الإصحاح 13 كله بيتكلم عن المحبة، بس شوف الآية الأخيرة: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. يعني المحبة أعظم من الإيمان وأعظم من الرجاء. الإيمان اللي بينقل الجبال، كان عندك إيمان مثل حبة كل هذا الجبل انتقل، فالمحبة أعظم من الإيمان اللي بينقل الجبال. يبقى المسيحي يعني محبة، والله أحبني أولا. يقول لك إيه؟ من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة، من لا يحب لا يعرف الله لأن الله محبة. فعشان كده لما تقرأ ليس أننا في رسالة معلمنا يوحنا، ليس أننا نحن أحببنا الله بل هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة للخطايا. خلي بالك أنا عايز أقول لك إن الأول في حب من الله، والآية المشهورة اللي عارفينها: ليس حب أعظم من الإنجيل، في إنجيل معلمنا يوحنا، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، وهو بذل نفسه لأجلنا. ما فيش حب أعظم من كده إن يبذل نفسه. وإحنا زي أبونا السماوي بالظبط في المحبة. لما جه الرجل الناموسي سأل ربنا يسوع المسيح وجاي يقول له ما هي الوصية العظمى، فربنا قال له ايه؟ جاب له الآيات اللي عندهم في سفر التثنية، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. وعندنا حاجتين: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وهو ده المحبة اللي احنا عايزين نعيش فيها بقى، واللي احنا حبنا لله من كل القلب، حبنا للناس، تحب قريبك كنفسك زي نفسك بالظبط. عشان كده حبنا لله بقى ازاي؟ يعني تحب ربنا ازاي؟ الله يريد القلب ويريد قلبك كله، من كل تحب الرب لك من كل قلبك. مفيش حاجة تخش تاني تاخد المحبة بتاعت ربنا وتروح بعيد. فعشان كده تحب الرب إلهك من كل قلبك، لأن علاقتنا مع الله مش أوامر ونواهي أو فرائض، ولكن حب الله وللناس. يعني مش فرائض ولا نواهي، ولكن حب لله. أوعى تفتكر إن الله بيطلب منك واجبات. ساعات الإنسان كده بيفتكر إن هو علاقته مع ربنا إن ربنا مديني واجبات ومديني فروض ومديني وصايا، والوصايا دي لازم أنفذها وأنا غصب عني أو أنا مجبر، أو أنفذها عشان خاطر أنا يعني كويس أو أنا بر في عيني نفسي. كل ده مش في العبادة بتاعتنا ولا في علاقة الحب بتاعتنا اللي بيننا وبين ربنا، لأن علاقتنا مع الله مش كده، مش الشكليات دي. يعني انت بتصلي يبقى بتصلي حب في الله، وعايز تتكلم معاه تبقى زي ابونا ابراهيم كده، خلي الله تتكلم معاه. اللي بيحب ربنا يلاقي وصايا ربنا اللي ينفذها ما هيش سهل، لانه ربنا بيقول لي حاجه انا بحبه بسمع كلامه فتنفذ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيله. ليه؟ لأنها نابعة من الحب.
يعني وصايا ليست ثقيلة لكل المحبين. أنا ما بعملش خطية مش خوف، ولكن ما بعملش خطية عشان إيه؟ أنا بحب ربنا. والله مش عايد لي إن هو يعني يعاقبني أول بأول، لا، ده أنا بحبه وهو بيحبني. بتخدم يبقى خدمة عن حب، مش عشان الناس قالوا لي ولا إرضاء للناس. بتروح الكنيسة محبة مش واجب عليا. بتصوم مش فرض عليك، ولكن أنا بصوم حب إن أنا عايز حياتي تبقى حلوة مع ربنا. بتدي فقير برضو عن حب لله. ولما كنتش أنا لو ما كانش عطائي للفقير عن حب بيبقى ملوش قيمة عند ربنا. وكل أنواع العبادة التي نقدمها لله هي حب، ولا قيمة لها بدون الحب. وانت تلاقي ان الكنيسة بلغت قمة الحب في عصر الاستشهاد، حب لله إلى درجة الموت. وتلاقي الآباء الرهبان تركوا العالم وراح يعيشوا في البراري وشقوق الأرض من أجل محبتهم في الملك المسيح. إذن حبنا لله ما هوش فرائض، ولكن حب كده إيه بالقلب حقيقي. وبالتالي إن كنت أنا بحب ربنا كويس وحاسس بحب ربنا ليا، هعرف أحب الناس، وهتعرف تحب قريبك كنفسك، لأني محبتي لله ومحب الله ليا هو اللي هيخليني أقدر. أنا بحب ربنا يبقى أقدر أستحمل أخويا، وهقدر أستحمل أي شخص لأني أنا بحب ربنا. عشان كده ربنا مش عايزنا إن إحنا نحب بالكلام واللسان، بل بالعمل والحق. يعني محبة عملية، يعني ما أقولش أنا بحب ربنا أو أنا بحب الآخرين وكلام، ما ينفعش. يعني الحب لازم يكون فيه بذل وتضحية وعطاء، لأن الحب للناس هو إن الإنسان ينسى ذاته. لو أنا عايز أحب قريبي كنفسي، قريبي اللي هو أي إنسان، يعني لازم أنسى ذاتي وأنسى الأنا، وأبص لأخويا، أبص للآخر. ومش هقدر أبص للآخر وأحبه إلا لو خرجت عن الأنا بتاعتي. يعني الحب بتاعي حب عطاء وليس أخذ. ساعات الناس بتفهم المحبة غلط، يقولك أنا بحب فلان عشان بيعمل لي كذا، أو أنا بحب مراتي عشان أصلها بتخدمني ومش عارف إيه بتعمل إيه. دي مش حب، دي أنانية، إن أنا عايز نفسي. لكن الحب المسيحي حب عطاء وليس أخذ. عشان كده اللي يحب صح عمره ما يتصادم. يعني الراجل لو هو بيحب مراته محبة سليمة كده عمره ما يتصادم معاها، لكن بيتصادم مع مراته ليه؟ لأنه بيحب نفسه وما يقدرش مشاعرها ولا متاعبها، لأنه بيحب نفسه وعايز نفسه بس، وعايزها تبقى يعني ممتلكة وتحت طوعه وتعمل له وتسوي له. شوف الأنانية قد إيه، وده اللي بيجيب الإيه المشاكل والخراب في البيوت. أو الست تبقى أنانية عندها الأنا بتاعتها، ما تعبرش جوزها ولا تهتم بيه وعايزة نفسها ولا تعبره. دي أنانية وعايزة منه مصالح مصالح وخلاص. الحب لابد أن ننسى فيه الذات والأنا ونقدم المحبة للآخرين، لأن كده البيوت بتخرب، لأن مفهوم المحبة خاطئ. والعجيب أن يبقوا في البيت بالشكل ده وبيصلوا ويروحوا كنيسة برضو عشان المفاهيم الغلط. هي الصلاة فرض وواجب دي، وفي نفس الوقت ما عنديش محبة.
هو ان انا اروح الكنيسه واتناول وانا كاره اهل مراتي مثلا، ده احبائي الاصل العباده ما تنفصلش عن الحب، والمحبه هي اساس. وهكذا كل شيء هينمو، والاساس البنيان هو المحبه. وحتى في الكنائس يا أحبائي، لما يكون خادم ما بيحبش أقول خادم، ده بيخدم يقول إيه للناس، أو قسيس ما بيحبش أقول قسيس، طب يقولوا إيه للناس، ولا بيصلوا إزاي، يصلوا إزاي، هو الصلاة مجرد شكل ومجرد تأديت واجبات؟ لا، ما كانش صلاتكم حب لله، والحب لله يخلي أحب للناس، يبقى عمرك كده. إذن المحبة هي ديت اللي أنا عايزنا إن إحنا نحسها كلنا في الكنيسة، كل فرد في الكنيسة، من أول من الكاهن للشماس للشعب، في البيوت في العائلات في العلاقات. المحبة عطاء وليس أخذ. يا ريت ربنا يدينا هذه المحبة، ونبقى فرحانين دايما بوجود ربنا معانا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. الكنيسة كان يوم ايه من ايام الاسبوع؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين. وبعدين ابونا بشوي قال لي هنعمل مدارس احد الحد الجاي، ففات علينا، ما كناش لسه سكننا هنا، كنت قاعدة عند بابا، فجاب تصوني انجيل وابونا مقار وانا، وجينا قسمنا اللي جه على اربع مجاميع، ابونا بشوي خد جزء، وابونا مقار جزء، وانا جزء، وتصوني انجيل جزء. استمرت تقريبا كانوا حوالي كام اللي حاضرين؟ حبة صغيرين، ما يجوش، لان كانت كان 20 بتاع مثلا، يعني كان ثانوي على اعدادي على ابتدائي كده. ابونا بشوي قال لنا المنطقه كانت واخدها كلها البروستات، فابونا بشوي كان عايز يجذب، وقال لي ما تستعجلوش في ضم اي قدام، ان شاء الله تاخدوا انت كل مدارس الاحد، بس ما تستعجلوش، لان كلها شاربين الطريقه البروستانت والطبع والطقس البروستانتي ده، ان كان يعني عندهم طقوس، فما تستعجلوش. يعني تدقيق في اختيار القدام. هو قاعد معانا يجي شهر يعمل كده. جم في بقى ولاد الاستاذ عازر اللي هو احنا حاطينه في لجنه الكنيسه، اللي هم اصلا كانوا في سبورتنج، ده كان الجد بتاعهم في سبورتنج، وكان بنت حلوين دول، ابتديت استعين بيهم في الحضانه. لكن كنت ابتدينا بقى نعمل اجتماع شباب يوم الخميس، ومدارس احد بقى يوم الجمعه، و انا عاوز انا عاوز اقول ابونا مار كان داخل حامي. كان ثلاث قداسات في الاسبوع، كان جمعه واربع، وجمعه واحد وعشيتين، عشيتين سبت وثلاث، كنت واجتماعين شبان وشابات، واجتماعين خدام وخادمات. يعني سبع عظات يحضرهم كل اسبوع لمده خمس غير سنين، غير الطقس. الطقس بقى اناديل، صلاة تشت، أفراح، خطوبات، جنازات، كل ده بقى. يعني ربنا تحنن علينا، بعت لنا العيلة دي اللي هي اللي هو جدهم الأستاذ عازر ده، بنتين يعني بقوا يساعدوني. وبعد شوية ما عرفش بالظبط جم سنة كام، أوديت وأخواتها ابتدوا بعد يمكن شهور أو سنة. المشكلة إن مدام إليم ما كانتش في المنطقة من الأول، ده جت بعد الكنيسة بسنة تقريبا أو كذا شهر، وإحنا بقى في نص الليل نمشي نروح البيت مش ويعني في نص الليل. وكان إيه بقى أقول لأبونا، هو في حد طيب كل الألحان؟ وإنت يمكن إنت والأستاذ سمير بعد كده كان يلتزم إن هو يبقى معاه خريطة الألحان ويقعد يقول الألحان، وأقول لأبونا هو إحنا بنقول الألحان لمين؟ ولا أبونا يقعد طول اليوم يحضر تاريخ الكنيسة ليوم الثلاث ودرس الكتاب ليوم السبت، كأن الكنيسة بتبقى مليانة. أقول لأبونا أنت هتقعد تكلم الدكك
ما يعني انت عمال تحضر لايه كل ده؟ سبع عظات كل اسبوع ويحضر تحضير كان مثلا الكنيسه هتبقى مليانه. بقى اروح اعيط لابونا بشوي واقول له الكنيسه فاضيه، وانا ده انا مكاني في الكنيسه سبورتنج عايزه اوطي وابوسه والواحد حاسس بالغربه ومش عارف ايه. قال لي بصي بعد 12 سنه لما تجنوا سمر. شوفي احنا جانينا السمر بتاعنا بعد كام سنه، انتوا كمان مش هتجنوا السمر غير بعد 12 سنة كده، يعني 84. يعني لسه بعدين اقول له ولا الجمعة ختام الصوم بتبقى فاضية، خميس العهد، يقول لي ما صلوا بس صلوا. ان هم كانوا بيروحوا البروستانت، وبعدين قسيس البروستانت يسأل عليهم بقى. لدرجة ان كان في فرن شفيق اللي في شارع الكنيسة ده، الست صاحبة الفرن لما ابونا مقار راح زارهم اول مره قعدت تزرغط تقول لقينا ابونا باسود دخل بيتنا. يعني كان ابونا افندينا بقى ده بتاع القصه. فهي كانت بتبقى فرحانه جدا ان الناس بقوا يلاقوا كاهن لابس اسود ماشي في الشارع وبتاع، وربنا عطاله نعمه في عينين الناس، يعني حبوا الكنيسه. قعدوا فتره كبيره كنيسه ابونا مقار، كنيسه ابونا مقار، وكانوا يكتبوها ميم الف همزه على الف مد على الف ر. فكنا نودي اتوبيسات الميني باص لحد هناك. على فكره كان ابونا مقار بعتنا نخدم في الفحيره، في الفحيره حته في الاخر خالص جنب مستشفى النيل دلوقتي. فكنا بنخدم، يعني الناس اللي بيقولوا ان احنا دلوقتي بنمشي الناس ولا بتاع، عندي الاوتوبيسات شارع سيف وشارع القاهره ونلم العيال، لان ما كانش في مدارس. كنت اعرف عناوينهم منين؟ من حصص الدين، لان كنا بناخد العناوين بتاعتهم واروح ازورهم انا وابونا. كانت الدنيا بتبقى ضلمه في الافتقاد خالص، عشان كانت الدنيا مقطوعه خالص. احنا كان حوالينا مفيش، يعني دلوقتي شوف الدنيا مكدسه، ما كانش فينا صريخ ابن يومين. انا لما كنت اجي كانت العماره بتاعتنا لسه بتتبنى، فكنت خاف اطلع لان هي ضلمه خالص ومشقتنا بس هي اللي منوره كانت. كنت افضل اتمشى على الرصيف عند صيدليه ميريلاند كده لحد ما ابونا يجي. واحيانا كنت بتيجي بتقعدي هنا مع بتجيبي لما بقى في مينا او كنت قاعد عند مامي ابونا ساعات، ومدام فيلمون ساعات، ومدام إلين ساعات، وفي الحوش كنت بتقعدي وتذاكري لهم. كنت قاعد